وش رايكم بعطر براند فرنسي؟ تتكلم عن براند فرنسي من اقوى براندات بالعالم. ما اقول لك توم فورد، توم فورد امريكي، ما اقول لك ديور، ما اقول لك شانيل، اقول لك إيف سان لوران. ابدعوا الشركة هذه، ابدعوا بجمال الرائحة. العطر هذا ريحته حلوة يا جماعة الخير. فوحانه اعطيه 8 من 10، فواح. ثباته طال عمرك اعطيه 6.5 إلى 7، 6.5 إلى 7 على حسب البخ، على حسبها. العطر هذا يصلح رجالي ويصلح نسائي، يصلح للناس من عمر 30 وتحت، مناسب جدا لهم. من فوق 30 ما يصلح لهم صراحة، يعني لا بأس تحطه بس انه ما يناسبك، ما أخفيك. العطر يا جماعة الخير أتكلم عن الجوهرة السوداء بلاك أوبيميوم. العطر هذا يا جماعة الخير حتى سعره ما هو على 400 على 500، لا أقل، تقريبا 350 350، لأن هذا 50 ملي، يمكن 100 ملي منه يصل 400 ريال 420، ما يتعدى كذا أتوقع، حتى الحين مع الضرائب مع الدنيا ما يتعدى.